داكشي كنتي كتقولوا تسمحوا لي راه هاد سوق الشغل كيبغي مراسيم متعلقه بالتكوين متخصص في كذا وكذا وكذا، وهذا دار واحد الاشكال حقيقي داخل المجتمع وداخل التنميه البحريه بصفه عامه. لان شي كيشوف المواطن، المواطن ما كيشوفش هاد المؤشرات الماكرو اقتصاديه الكبيره، كيشوف تيقول انا مواطن ما وصليش حقي في هاد الشيء ديال العداله الاجتماعيه. على هاد الشيء هذا جلاله الملك في الخطابين الاخرين ديال هاد الجزء الاخر حط يعني خارج القارب حتى وجهات اللي خصها تمشي فيها البلاد. علاش نركز؟ ركز على واحد الامر اولا هو الشباب. خص الشباب ياخذ المكانه ديالو، خص الشباب يكون عنده تكوين يتلائم مع متطلبات ديال سوق الشغل، وخص ولا بد البلاد تبدا مجموعه من الاليات باش تضبطوا على الاقل تنمي الشق ديال الجيل. وهذا الصباح حين كنت في مباراه الحزب كنشتغلوا على تصوير استراتيجيه وطنيه للنهوض الشغل كنا خدامين عليها. اخنا كان ممكن اللي عنده هذا راه سلطة. على اي ثاني نقطة مهمة قالها جلالة الملك هو هذه النقطة مهمة وخصنا نكونوا كشباب على علم بها، وهو ذاك السجل الموحد للفقراء. وهذا واحد النقلة نوعية غتكون في البلاد، وهذه نقدر نقول لكم اخوتي الى دار هذا الامر هذا باذن الله ستكون آلية للتوزيع العادل للثروة. حيت جلالة الملك حينما يقول صافي شوفوا المواطنين حسبوا الاسر اللي هي فقيرة، خرجوا كل مواطن فقير فقير، كل مواطن عطيه واحد الرقم استدلالي للتعريف ديالو به وحده، ديك الساعة انذاك يمكن لك تعطيه دعم مالي مباشر، يمكن لك دير له مجموعة من الإصلاحات مباشرين، يمكن لك دير له حتى تكوينات خاصة به. هذا كان أمر فراغ كبير كنا كنعيشوه، الآن الحمد لله قاعدة الأمور كتحسن قدام، وخصنا جميعا نشتغلوا على أساس أن هذا الأمر هذا نوصلوا له. علاش؟ حيت ولا بد غيكونوا الناس معلومين. عطا الله الناس اللي بغيتو تصلحوا، عطا الله الناس اللي بغيتو تشوفوا المصالح. وكنتمنى تجي تشوف الشريبات الزرقاء، تجي تشوف الشريبات الحقيقيه اللي ما كتشتغلش فقط بالمناسبات ولا بالدولارات ولا ب 100 درهم ولا ب 200 درهم ولا اجي نجمع 3000 واحد ديرو فوطي نفتحوا كلهم نخدم لنا مؤتمر. تمنيتو يشوفوا هذا السلك في الشباب. الشباب اللي همو هو ان بالفعل نخدموا لقدام ونزيدوا هذا البلاد. شباب اللي باغي يخدم بزاف، ماشي شباب حيت عنده كاين خوف السوق، كاين البترول، كاين ما نعرفش شنو كاين، كاين المحروقات، كاين شي حاجه الحل. وهذا هو الاشكال اللي كنعيشو. مغرضو كيغوتو ما غوتوش على شي حاجه كاينه في الحكومه، او غوتو على الضد. دونك ما يمكنش انا مغربي كنجي وكنشوف مع واحد اخر فمو بالعقل من داخل. المغاربه كنطلبوا العداله الاجتماعيه، كنطلبوا والو، كنطلبوا غير الشعب يكون كيما عنده كيما عند الاخرين. الى السياسيين ولا الفاعلين السياسيين في هذا البلاد هو هذه القضيه هذه، لا غنحلوا هذه الاشكالات كلها اللي كنعيشها. وهذا الشيء اللي جلاله الملك يصر على العداله المجاليه. ومجاله الملك ما عمره ولا تكلم تقريبا في اخر الخطابات ديالو الا ويمكن على هذا النقطه. واش كيقول؟ اللي خص هذه القضيه الاحزاب السياسيه. حنا كنقوموا بالدور ديالنا كاحزاب سياسيين، انتوما كمواطنين خصكم ديروا الدور ديالكم. وبالمناسبه ادعوكم للتواصل بكثره مع المسؤولين السياسيين ديالكم، ادعوكم للقائه والبحث عن مشاكله. وانا مستعد لكن حنا كنستقبلوا في المنصفيه البرلمانيه كل جمعه، كنستقبلوا كل جمعه في التماره، مستعدين احدى الجمعات او نجيو مره على جمعه نسخر نتلاقوا مع الناس. حيت شنو هو الاهم؟ هو خدمه المواطن، واننا دخلنا لهذا الشيء هذا حيت بعد الاهميه ما دخلنا طامعين في والو، طامعين في الاصلاح. ما باغيين لا السلطه لا جانا، باغيين الاصلاح. جينا باش نصلحوا، باش نرجعوا جميع هاد المواطنين اللي صوتوا علينا، وباش على الاقل نعطيو فرصه. راه ما يمكنش يجي ولادي ولادكم في المستقبل وتكون المغرب ما فيهاش الاحزاب السياسيه، راه كارثه. او ديك الساعه خويا اللي كان ضعيف. فلهذا الدور ديالنا حنايا كاحزاب سياسيه اننا نجمعوا راسنا باش نعطيو نموذج ومثال للمواطنين، وكذلك خص المواطنين يتعبوا على الاحزاب السياسيه. راه الحرب اللي هي الان
أنقول لكم بصدق وخمرة الشكر، حرب اليمين حرب على حرب العمل السياسي، حرب الأحزاب السياسية، وحاول أنا نخليو داك المسار ديال الخيار الديمقراطي اللي هو مهم جدا، راه كاين توازن الأمن الاقتصادية، كاين توازن الأمن الاجتماعية، وكاين حتى الديمقراطية، راه نضيع الديمقراطية هو اللي نسمعنا فيها، ولا بغينا إن شاء الله تعالى ننبيو بلادنا ما بغيش تخرج الشق الجهوي كي غاتكلم عليه، ما بغيش تخرج الشق الإقليمي كي غاتكلم عليه، ما بغيش تخرج الشق الجماعي كي غاتكلم عليه.